ما هو الإيمان؟ الإيمان لابد في تعريف الإيمان من ضوابط خمسة. أما أركان الإيمان فهي ستة. تعريف الإيمان ما هو الإيمان؟ هو قول باللسان لابد أن تتكلم بهذا بالإيمان بلسانك. ولابد هذا الذي تقول بلسانك لابد أن الباطن أن القلب يوافق الظاهر الباطن. هاي من ترم تاني جي نن بيت سمدي ربا يين لاي كي جد ربا يين تطول سكول نو أوي دان موت يين بان جي. ولابد أن تعمل بهذا. هاي من ترم تاني بنو كي جام باي ترو يين أعن وات بيه. تعمل بقلبك. كي يين أعن وات نن جد ربا يين. وتعمل بجوارحك كأن تصلي مثلا. هاي يين ترو أعن وات نن أوي جي بار با يين سيم سي دو جي يين سمبه يان. والإيمان يزيد وينقص. هاي إيمان نوتيت كي مين أركان الإيمان ستة. ركن إيمان كمين برموي.